مساحتنا الأخيرة الطبية. اليوم نحن عم نفرض أكثر شيء المساحات للقطاع الطبي اللي المفروض يكون ثقافة عامة بحياتنا من خلال بزمن الكوارث وغير الكوارث. اليوم الجراحة التنظيرية شو إلى دور مع ضحايا الزلزال؟ اليوم شو رح حيخبرنا ضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة الصدرية والتنظيرية. بدنا أقول لك يسعد صباحك، واليوم حصلت ضوء من خلالك على هالجهود الطبية اللي عم تنبذل بجميع المحافظات السورية. أهلا وسهلا حكيم، الحمد لله على سلامتكم. صباح الخير، الحمد لله على سلامتكم جميعا، رحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله الضحايا والمبعدين كذا، يعني تأكيد بيوتهم كذا يرجع بيوتهم أو تأملهم سكن بأقرب وقت إن شاء الله تعالى. نعم. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك دكتور والحمد لله على السلامة. دكتور بداية حكي لنا عن بشكل عام عن دورك كطبيب بهيك كارثة من الناحية الإسعافية والإغاثية، يعني كنتوا مجهزين بكل الأدوار؟ حكينا أكثر مرة شلون نحن أنا مدرب الصليب الأحمر لجراحة الحروب، سوينا أكثر من دورة، ويعني يمكن للصدفة كنا متقررين الدورة هي السنة نساويها بحلب، يعني فسبحان الله اجت الامور يعني اسرع من احنا كنا متحسبين، يعني قضاء الله وقدر. قضاء الله وقدر تمام الحديث. نقابة الاطباء مشكورة، اول ما بلشت القصة فاستنفذت جميع الكوادر اللي تبعت منا سواء بالمساعدات العينية والتبرعات المادية الكوادر، بعد اكثر من فريق طبي من عنا من هون، منظومة الاسعاف السريع الدكتور توفيق كمان اكثر من سيارة اسعاف يعني مجهزة كامل طواقة من كل المشافي اللي ما عليها ضغط افتهم سواء من دمشق يف دمشق، فبعثوا الكوادر الطبية كاملة للمناطق المضروعة عبت عليكي. أطباء مشكورين كمان عملوا مبادرات ذاتية بين بعض افتهم، نحن استقبال مرضى ضحايا الزلزال افتهم بعياداتهم أو ممكن الاستشارات أونلاين، يعني إذا حدا بده شيء كانت يمكن زميلتنا الدكتورة بيار عم تحكي كمان مشان الصيادلة مشان الأدوية إذا واحد جرعاته وما عارفان شو بده يشتغل شو البدائل كذا، فيعني على اكثر من مستوى في زملائنا تبعون الاطباء الاوهام خاصه اوهام الاطفال اذا حدا عنده جرعات بده يكفي علاجه وكيف كذا، فيعني على كل المستويات كان الاطباء يعني حاضرين وعم يعني ضمن الجهود بتقولون يعني ممكن الواحد يبذلها عرفتهم ما قصروا. نحن مقصرين كنقدم اكثر بس كفكره يعني بده يكون في توازن، يعني نحن مو انه فزعه والله احنا كل الدكاتره راحوا منطقه الكوارث، بده يكون في تنظيم عرفتون انه مشافي المستوصفات الى استيعاب معين عرفتون الى طاقه معينه عرفت كيف، فاكثر من هيك حيكون يعني تزاحم. يمكن هذا التزاحم كان من باب الانسانيه ومن باب الخوف على اهالينا، واليوم عن جد تشكر جميع الكوادر الطبيه بجميع المحافظات انها عم يتحملوا الجهد الاكبر خلال هي الايام. دكتور من خلال تواجدك من خلال الحالات اللي سمعتها من زملائك الاطباء، شو هي اكثر الحالات اللي ممكن يتعرض لها الى الشخص خلال الزلزال؟ هلا خلال الزلزال عندنا نحن خاصه ضمن هالظروف الجويه عندنا شغلتين اكثر شيء بنخاف منهم، اول شيء بنسموه تنازل الهرس تمام كاش سيندروم. تنازل الهرس شو يعني حكيم؟ يعني انت مريض تحت مصاب ضحيه تحت الانقاض عرفتي العضلات تبعيته مضغوطه كذا، فهذا بيؤدي انه انا بسموه لازم انحلال العضلي عرفت عليكي الجلوبين العضلي بتاع متراكم بالكليه بيصير قصور كلوي الاطراف بعد فتره بيساعد انه ناقص تغويه، فهي شيء تنازل الهرس هذا اشياء شيء بسمعنا بالكوارث شلون تبع الزلزال او السقوط. والشيء الثاني عندك بدون هالظروف هي بتكون نقص حراره الجسم الهيبوثيرميا عرفتون انه انسان بدرجات حراره منخفضه عرفتون فالاطراف تبعيتها بيكون في بروده تنظيم الحراره تبعيته ما بيكون جيد عرفتون، هدول اشياء اصابتين يعني ممكن يصيروا ضمن الزلزال عرفتون. هلا بتجي بقى الحالات الثانيه بقى الكسور الاصابات العصبيه كذا صحيح، بس هن اشياء شيء بالزلزال انه هدول الشغلتين تنازل الهرس وعند منك انه نقص الحراره الجسم. في شغله ما حدا كثير تطرق لها بس هي شغله كثير اساسيه ومهمه عرفتون انه متلازمه الرد النفسي بعد 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 الصدمه بعد الزلزال خاصه عند الاطفال، يعني انت محبوس مكان ضيق مستنصور كذا ايام مستوى. يعني عم تكون ايام فهي نحن هي يعني احد الشغلات اللي كثير هلا مشكور وزاره الصحه اليوم طلعت دليل ارشادي عرفتون للدعم النفسي للضحايا تمام، وكثير ناس من الاطباء النفسيين ومعالجين نفسيين كمان متبرعين مشكورين عرفتون انهم جاهزين لاي دعم نفسي لاي
نحن كثير متبنيين لهي النقطة حكيم، واليوم من خلال صباحاتنا من أول أيام الزلزال يمكن نحن وقفنا بصباحنا غير يومين ثلاثة ورجعنا لنطلع بهذا البرنامج. اليوم بكل يوم نحن عندنا حدا دعم نفسي للأطفال وللأشخاص، وشفنا فرق توجهت بشكل فوري لتكون لتخفف يعني هلا من الناحية النفسية. نحن الناحية النفسية كلمة صغيرة، نحن يعني سبحان الله جتنا الكارثه ما يعني ما انا كثير مهيئين مثل في بعض الدول مثلا على خط زلازل او كذا، فصايمه اكثر من شغله، فهي اكثر من شغله. اول شيء بدك تدريب انت لكوادر صحيه واسعافيه سواء انقاذ او انتشال جثث وضحايا وتحت انقاذ وسواء اسعاف كحالات طبيه صحيح، بدك شيء مستمر، تحديث مستمر. يمكن حكينا مره قلت لك تبع الدوات الدعم النفسي المتقدم كذا، المفروض يكون عندك نسبه 10% من السكان عشان يعني متبع هيك دوات كذا، فهي احد الشغلات. وعي ثقافي تمام. الشغله الثانيه حاليا عشان في جهود اغاثيه طبيه، فزعات ما بسميها معونات يعني فزعات انه الناس عم تقدم اكل ولبس وكذا. بس انت الفكره الاساسيه اللي حاليا عندنا كمان تحدي كبير انه كمان تامين السكن، تامين الاماكن اللائقه لها يعني قد ما كان انسان مركزي وقعت فتره شلون يعني قد ما كان مو مثل بيته، بيته انسان سكنه الوطن الداخلي تبعته، هي كمان جهود يعني بدها جهود كثير كبيره وبدها تعاون اكثر. نحن هلا بصير انه عاده بتصير كارثه او بتصير كذا، الناس اول شيء انسانيا كذا كلها بتتعاطف تدعم كلها، بهمنا الاستمراريه، فانا مشكورين انه انتم كل يوم عم تحكوا بالقصه وكل بهمنا الاستمراريه طبعا، بهمنا استمراريه الدعم. يعني احنا ما قضينا يوم اثنين ثلاثه، شغله طويله بدها وقت اكثر لحتى تنحل القصه. يمكن القطاع الطبي حيكون يعني هلا هالفتره هي مهون لشهر ثاني بنكون تقريبا يعني انحصرت القصه وتثبتت الاصابات كذا يعني. بس في عندك شغلات ثانيه الاكل كذا، في شغلات تانية كثير ناس ما عم تنتبه لها، مثلا انت هلا قوافل الاغاثه اللي عم تنبايت او كذا، مو بس اكل وشرب ولبس، كمان في شغلات احتياجات نسائيه، في احتياجات اطفال تبعون رضاعه كذا، يعني المفروض يكون متكامل. وعم يتم التدوير عليها طبعا. نحن واجبنا نقدر نحكي نزكي، عرفت شلون؟ هدول الناس يعني ناس كرماء، عرفت شلون؟ صارت كارثه من الله سبحانه وتعالى، عرفت شلون؟ فنحن ما نعطيهم شغل كذا، انت شلون بتحب يجيك الشغله لبيتك؟ المفروض تقدم نفس القصه كلياته، وهذا يعني واجب انه احنا بالنهايه اخوات، يعني ما في واحد احسن من الثاني، ما حدا على راسه خيمه يعني لا قدر الله، شو ممكن تصير القصه بالعكس. بالنهايه تين وفى وواجبنا نحن نكون جنب بعض بهي المرحله. تمام الحديث يعني. فنحن عم نحب نزكي بالقصه كذا، طبيا مثل ما قلت لك ممكن خلال فتره نحصل القصه كلها، بس في شغلات لسه بدها وقت وبدها تعب اكثر شلون. نتمنى يعني هي درس انه كلياتنا شلون نكون في استعدادات لا قدر الله، ان شاء الله ما بنعتاز. وفي نقطه كثير مهمه بجوز ما حدا عارف اسمه، هلا نحن الاخوه الجزائريين اجوا ساعدونا اول شيء صحيح فرق الخاص. في عندك انت تصنيف ل يعني الاتحاد العالمي لشؤون اداره الكوارث والزلازل بيصنف فرق الانقاذ، فعندك فريقين عربيين فريق قطري والفريق الجزائري، هذول مصنفين عالميين مستواهم عالي، مستوى الثقيل بيسموه شلون، فهذول ممكن يدخلوا باي كارثه شلون صار يعني بكل ممنونيه شلون، انه هذول مؤهلين بشكل جيد. نتمنى نحن نصير مؤهلين بشكل جيد يعني نقدم لغيرنا، بس بنفس الوقت نحن نقدر لا قدر الله صارت القصه مره ثانيه او شيء مشابه شلون نكون نحن جاهزين اكثر في تهيئه افضل. اكيد دكتور احمد، بالنسبه للتنظيم والكوادر الطبيه كيف عم تقدروا تنظموا بين الكوادر بحيث ما يصير فوضى او يصير عندكم نقص فيها؟ هلا نحن فوضى ما في فوضى شلون، النقابه المركزيه يعني عملت بتقولوا إداء استجابة شلون، كل نقابة فرعية شلون رتبت الكوادر تبعيتها منا. نحن كان الفكرة الأساسية إنه طلاب التعليم العالي شلون السنوات الأخيرة اللي عم يسووا امتياز شلون هن يكونوا يعني ك دفعة أولى شلون، وطلعوا طواقم مرتبة من مستشفى المواساة ومستشفى الأسد الجامعة شلون تمام. ضلوا أربعة أيام حصلت القصة شلون، فلقوا الأمور يعني بلشوا ينسحبوا تدريجيا شلون. هلا نحن صفيت الفكره بقى انه في كثير ناس انصابت، في ناس عندها مشاكل، في كذا بدها متابعه شلون، وكثير زملاء شلون اكثر مبادره شلون، في مبادره طبيعه معك يعني شلون يعني اكثر مبادره شلون، انه نحن اي مريض ممكن نحن ضحايا الزلزال ضحايا الازمه شلون يستقبل مجانا، مثلا في مخابع عم بتنو تحت حي مجانيه اشعه انه اشعه. والشيء الاساسي انه نحن مثلا في ناس ممكن ما توصلنا شلون، فاي شيء على الاونلاين شلون سواء على الشات واتس كذا اي شغله شلون
كثير اطباء بده جاهزين جاهزين لحتى يتطوعوا. هلا النقابه ما قلت لك النقابه هي دورها كثير اساسيه شلون تنظيم تحرك الكوادر شلون معوناتها شلون. ومثل ما قلت لك نحن منظومه الاسعاف السريع عندنا بسوريا كثير مرتبه وكثير منظمين الشباب، بس هي الفكره مثل ما قلت لك التنسيق كان يعني اول فتره كان فزعه، بس هلا حاليا عم تنسق الامور بشكل جيد جدا على التالي شلون. واليوم امبارح يمكن كمان طلعوا كمان مشان جهات الاغاثه وكذا انه يكون يعني لجنه اغاثه بكل محافظه هي تستلم وتوزع، لانه احيانا انت مثلا عم يصير احد المراكز عم تجي معونات مثلا مره واثنين وثلاثه، ومركز ثاني ما حدا سمع فيه مثلا او ما عم يجي. لسه بحاجه لتنظيم شويه وقت دكتور. يعني قبل ما نستضيف حضرتك كان معنا حدا تطوعي جمعيه خيريه، فنفس الملاحظه انه احنا اول يومين ما كنا منظمين، وهذا شيء طبيعي احنا امام كارثه، يعني ما حدا متوقع انه نحن بيوم من الايام حنامن فيه على هي الكارثه، فاليوم الصوره صارت اوضحها. دكتور هيك كنا عم نسأل أيضا صبية كانت معنا صيدلانية بيان أنه شو أهم اليوم بتفتقدها الصيدليات، شو أهم المعدات والأدوية المفروض تكون موجودة بهي الفترة. قالت لنا حليب الأطفال وبعض من أدوية السرطان، اليوم بتحب تضيف شيء لهدول الأدوية؟ لا هلا حليب الأطفال هو مو يعني هو مو دواء، هي غذاء، وهذا الأطفال أساسي ضروري. أدوية السرطان نحن يعني في شيء مركزي، عرفت شلون مشفى البيوني وكذا، في شيء مركزي ممكن نعاد توزيع الحصص، يعني ما فيني انا ما في صيدليه عندها دواء سرطان لحالها، عارف شو؟ الا كلها بيكون عن طريق الدوله بشكل اساسي. اين اكثر شيء عم بيكون في نقص؟ هلا الفكره الاساسيه عندك انت يعني ادويه الضغط، ادويه القلب، ادويه السكري، كلها هي اساسيه جدا انه انت ما يعرفوا البدائل تبعيته اللي لازم يشتغل فيها. حليب الاطفال مش عم بقول لك هي شغله اساسيه ونوعيه شلون؟ الشيء الثاني مثل ما قلت لك يعني احنا انه انا حكيتها بجوز هاي مره ثانيه، يعني العنايه الصحيه للمراه شلون نساء افواد سواء بسوات شلون ما بتنتبه لها ما بينتبهوا شلون، بس بالنهايه هي يعني هي حاجيات اساسيه حاجيات اساسيه شلون تمام. فانت هدول الاشارات الاساسيه. هلا نحن كفتره من فترات هلا انه والله اول فتره المعلبات وكذا انه شغله سريعه شلون، هلا لا انت بدك يا بدك تسوي مطابخ بشكل جماعي شنو، يا اما صرنا نحكي بقى انه نحن توزع الحصص انه او ندفع فلوس او كذا شنو، انت مشي امورك بشيء كذا شنو يعني نواشف 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 ان شاء الله دكتور بتمضى هالفتره على خير ونقطع من هي المرحله باقل الخسائر. هو قضاء الله وقدر بالنهايه وامتحان، لانه اكيد رح نتجاوزه بوجود الكادر الطبي الكادر الانساني، وهي النخوه اللي عم نشوفها على وجوه السوريين كثير حلوه. شكرا دكتور، بتحب تنوه لشيء بالنهايه؟ لا بتنوه على شغله صغيره. هلا احد الشغلات ملفت للنظر كانت انه بناء المهندسين الشعب يعني المدينه اللي صار فيها مركز كل البنايات هدمت الا البناء ضل ثابت، لانه مساوى المهندسين مساوينه على بقول على رواء وشلون وفوق اسس بعلم وثقافه علميه. هلا نحن نتمنى المرحله القادمه شلون تراخيص البناء او كذا شلون تكون في دراسه وافيه مضبوطه شلون الحمل شو ممكن يتحمل. نعم عم بحكي شغله مو شغلتي، بس يعني هي اساسيه انه انت معايير السلامه للزلزال والكوارث تكون محطوطه باي ترخيص بده يطلع معايير السلامه. اكيد تكون اكيد رح يصير وعي اكثر بخصوص هذا الموضوع. بدنا نتشكرك دكتور احمد دارق سوسي.